Bonjour à toutes et à tous, mes amis chez Cuisine Mali. Aujourd'hui, on va préparer un gâteau aux noix de coco. Les ingrédients pour la recette. Alors, il me faut 1 kg de farine, 1 verre de sucre, 1 verre d'huile d'olive, la moitié d'un verre de maïzena, un sachet de levure, pincée de sel, les œufs, j'ai pris 4, zeste de citron, confiture d'abricot, eau de fleurs et de noix de coco. مرحبا بكم صحابي وحبايبي في كوجينة مالية. اليوم باش نحضروا جاتو بالنوا دو كوكو. روسية تحفونا برشا يحبوها كبار وصغار، والحقيقة ما طلبش برشا وقت باش نحضروها. شنو يلزمنا للروسية؟ يلزمني نوا دو كوكو، ويلزمني فارينة. الفارينة خديت كيلو، نجم نستعملو الكل ونجم نستعملوش الكل. وخديت كيس سكر، كيس زيت، نص كيس نتاع نشا، وخديت 4 كعبات بيض، وزيت مش ناخدو كل قشرة، زيت نتاع السيترون، وخذيت ساشي نتاع لوفير شيميك وشويه ملح، كونفيتير نتاع مشمش. اذا كنت تحبوا تستعملوا اي كونفيتير اخر، المستحسن هو يجيكم مزيان كونفيتير نتاع المشمش. وخذيت ماء زهر، وهذه مكان للروسيت. تبعوني تشوفوا الروسيت تحفونا برشا، والحقيقه ما طلبش برشا وقت باش نحضرها. لا بروميير شوز مي زامي، جو برون مي زو تو دابور. فوالا جي بريباري مي زو. مانتنون اون فا بروندر زيست دو سيترون. ناخذ القشرة نتاع القارص، أنا نفضل ديما القارص الأخضر خاطر فيه ريحة أقوى. تحبو تستعملو القارص الأصفر تستعملو، تسبو تستعملو ريحة أخرى بأفران أخرى فاني تستعملو على روحك. أما القارص راهو خاصة نحط البيض برشا، به برشا ينحينا الريحة نتاع البيض. نحطو طو السكر، اون با ميتر دو سكر، زيست دو سيل، باردون، بانسي دو سيل، لا لوفيغ، ونركضوهم بالكدا بالكدا. On va ajouter d'huile végétale petit à petit. حطوا زيت شوي بشوي، ما نحطوش فرد مرة. نحطوا زيت بشوي بشوي. شوية الميزينة، نحط النشا نتاعي ونخلط. فوالا جي بيان ميلانجي لو سكر و لا فاني، لو سكر و لي زو، زيست دو سيترون ميزينة انسومبل. مانتنون on va mélanger avec la farine. Maintenant, je prends ma farine, petit à petit. نبدأ بشوي بشوية، نحط شو الكل. وإذا كان بقينا ناقصين، تو نزيدو. Je mélange. Pareil, je mets pas tout à la fois et je commence à mélanger. وديما كي تخلطوا الحلو العربي ما تحطوا بشوي بشوية، سيبكم شا تخلطوا كل على الفرد مرة، خاطر راهي الفارينة ساعات فما فارينة تشرب أكثر من الأخرى، وما نجموش نعدلوا بالضبط بالضبط. حكاية بسيطة، مي ما نجموش نعدلوا بالضبط بالضبط. نحطوا نبدو نخلطوا بشوي بشوية بتي أ بتي جسكا أون أوبتيان لو بات. أبخي أون فوا ميلونجي على ما شوية زيد تو الفرينة شوية، والخليط نتاعي، توا باش نبداو نلمو بيدينا العجينة. الكيلو محسوب استعملناه، سايي، كنا نستعمل 1 كيلو دو فارين.
العجينه نتاعي. العجينه يلزمها تكون لا هي طريه ولا هي يابسه. Bien ramasser votre pâte comme il faut. لم العجينة كما يفو كما تشوفوا لميت عجينتي تجي عجينة لا هي طرية ولا هي يابسة. فوالا فو دو سيت فاسون. نقسموا العجينة بتاعتنا وبارطاجي لاباط جو بخوا ان بو دو دويل فيجيتال. ناخد شوية زيت باش ميشوحلناش. جيست باش العجينة ما تشحلناش. وباش نزيدو نبسوها بطريقة غير مباشرة مرة أخرى. جو بريبار ميتنان لي بولات. البراطا تاعكم مقدار صغير بكل بكل كما تشوفوا 10 غرامات ابوبخي 10 غرام ابوبخي. ديجا لي مون فور 180 لو طون مون فور كي شيك سي شو شو بريبار لو برومي بلاطو. حضر الفرن تاعي على 180 درجه. حضرت البلاطو نتاعي ودهنتو بشويه ماء باش ما يتقلقوش يحطوا البلاطو تاعكم. فوالا جلي ايطاليا افيك ان بيدو افون دو ميتر بابي كويسان. فوالا اون فوا لو ميتر او فور. لي خطا او كونفيتور تاعي جو بخون ما كونفيتور جو مي با بوكو بيتي ا بيتي. لي خدمه زهر لو دو فلور je mélange. خلطهم بالقلاة. نحط بشوي بشوي الكونفيتور والماء الزهر. نحطو بشوي بشوي. كيف كيف نحضر الماء الكوكو في بول. صحفة. وناخد بشوي الماء الكوكو نتاعي. نحط شوكولا كارما. بتي بتي أوسي باغي كيما تشوفو الكاطو نتاعنا أحضر طايب بالكدا. ناخد تو البسكوي نتاعي بالكعبة بالكعبة نحط في النواة الكوكو.
Je l'ai laissé 10 minutes au four, pas plus. Je l'ai laissé 2 minutes, il ne faut pas laisser plus. نحن بالمعرفة باش منسخوش يدينا وما يدخلش الكونفيتور للنواد كوكو وفسد لنا على النواد كوكو بطريقة هي أحسن وخير كما تشوفوا نختار القصع نتاعي نزيد نعدو عليه تو بنواد كوكو مرة أخرى ونجوز أن تشبو ونفا ميلونجي على ما باش يدخل فيه نواد كوكو كما يفو بشوي بشوية كما تشوفوا صحابي وحبيبي الجاتو نتاعنا بنواد كوكو وحضر روسيت تحفونا برشا الحقيقه وما تطلبش وقت كبير باش نحضروها ونحضروها في العيد خاصه في المناسبات وفي السير الايام تصلح للفطور الصباح تصلح للعشيه تصلح كي لما الحبيب والاصحاب علاش ليه ان شاء الله عجبتكم الطريقه وان شاء الله تجربوها في دياركم ما تنسيوش تحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي روسيت لي زيدي نتاعي وتبقاو على خير وما تنسيش ابوني وحطوا جيم سامفي نورمال بليزير ميرسي بوكو اي ا بيانتو